تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي الأول للصناعة. جاءت تلك الجولة بعد أن شهد السيد الرئيس افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعة المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. حاجة بتصنع جميع انواع الكابلات من اول الاسلاك المنزليه الصغيره اللي بتخش جوه المباني لغايه الكابلات الهاي فولتج كيبلز 66 كي في و 220 كي في. احنا برضه يا فندم عندنا نشاط مقاولات. احنا حضرتك الشركه اللي ان شاء الله هتبقى منفذه لمشروع خط الربط المصري السعودي، فعندنا الحمد لله تواجد كويس في شرق افريقيا ومن احد المواردين الاساسيين في حياه كريمه مظبوط يا فندم. شكرا يا فندم، اتشرفت. من ساعات في حلم يا فندم. شهد الشهر المحاولة. حضرتك احنا بنصنع الاي في ار ده بينتج لاول مره في مصر، بيعمل بيغطي المشروعات القوميه، بيتركب في توشكا، بيمتاز كتير عن المستورد. اولا بنص سعره، مش بنص التكلفه، انتاج مصري حقيقي 100%، ديزاين مصري 100%، بيتصدر في حوالي 20 دوله. وبنعمل برضه حضرتك ده انتاج جديد سمارت ترانسفورمر، اول مره بنعرضه. ده بيبقى بيتحط في اي مكان حضرتك وممكن التحكم فيه من بعد. الحمد لله هنا اكبر مصنع في الشرق الاوسط بتاع مصانير فولت 8 و8 و10 و9. فانا بنادي من خططات ان شركات القطاع العام والشركات الكبرى خلاص المستوردين يا ريس دلوقتي بيتكلموا بيدقونا جامد جدا ما شاء الله. الفتره اللي فاتت دي شمينا نفسنا والحمد لله المنتج انتشر جدا في مصر. ده كامل تحت امرك فندم. يعني المواصفات بتاعت الحاجات دي المسامير والصواميل في المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها منتجنا. حاضر مصدق هتحقق المعايير كلها يا فندم، هناخدها طالما مصر احنا هناخدها. طبعا المكن ده هو اللي بيساعد فندم في التطوير معانا وبتاع، وبيشتغل برضه معانا في مجال التعليم الفني. يعني يمكن فندم في تعاون حصل بيننا كبير جدا لبناء الانسان فعلا، وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وقدرنا فعلا نوصل ونعلي مستوى الفنيين عشان نقدر يبقى الفنيين بتاعنا المصريين منافسين في السوق العالمي. وبرضه حصل تعاون كبير جدا مع بين التصنيع. سيادتك طبعا كان في لقاء مع سيادتك ومع الانتاج الحربي طبعا ومع وزاره الصناعه، فتعاون كبير جدا لنقل وتوطين التكنولوجيا الحقيقيه هنا في مصر. ربنا يخلي حاجه، ربنا يخلي حاجه. نصنع مصانع السكر بنعملها بنسبه 75%. عندنا يا فندم عندنا حلم كبير ان سيادتك يعني تدينا دفعه ان احنا نشارك في المشروعات القوميه، لان احنا عايزين نخدم بلدنا. ومستعدين يا سياده الرئيس ان احنا يعني نشتغل لمده سنه كامله بدون هامش ربح. عندنا لوحات جهد منخفض ولوحات جهد متوسط، وعندنا كشافات اناره داخليه وخارجيه شوارع. الحمد لله المنتجات بتاعتنا ساهمت في حياه كريمه ومشاريع توشكا في 500,000 وحده سكنيه وفي الدلتا الجديده. وعندنا برضه صناعات مغذيه يا فندم زي صناعه الصنبات للمنتجات بتاعتنا، بنحقن داي كاست المنيوم عندنا في المصنع وحقن بلاستيك. الحمد لله يا فندم شغالين في مصنع المنتج البريكارات الكهرباء، ده منتج من ال 130 منتج اللي سيادتك اشرت بيهم. بنشتغل في كل المشروعات القوميه طبعا، توشكا، حياه كريمه، مستقبل مصر، زائد الخطه القوميه للكهرباء، زائد التصدير كله محلي بنسبه 100%. طبعا بس فقط 2 اللي بنجيبهم من الخارج اللي هو الصاج السيليكوني والنحاس. يوم الاثنين اللي فات في المؤتمر الاقتصادي اتفقنا كصناع بالخطه الجديده اللي معموله في قطاع الكهرباء هنتحد كلنا فيها، ونوعد سيادتك في الزياره الجديده في المصنع باذن الله 145,000 متر في مدينه بدر. الف مبروك. الف مبروك. احنا يا فندم ده جناح بتاع شركه ابدا. حضرتك انت شفت الحاجات دي في المعارضات، دي قطع اللي هي بتاعت المحتوى بتاع شركه ابدا والقطع يا فندم، دي اجهزه التكييف اللي هم بيتكلموا عليها والقطع يا فندم، دي منزليه يا فندم يعملوا الجزء بتاع
هنا اللي هي الترمبات بتاعه الوان الفريد باشكالها. ان انا يبقى عندي يعني السوق في شركات وفي مصانع كتير جدا بتطلع حاجات احنا قد نكون احيانا مش شايفينها. وعدم ان احنا شايفينها بيضطر ان انا اقول اجيب المنتج ده من بره. يبقى نطلب منه هو قايمه، نطلب منه قايمه يا فندم باحتياجاته. كل اللي انا بطلبه في اللي احنا بنشوفه ان احنا المكون المحلي فيه يبقى متعاظم. محركتك تامر فهمي، انا صاحب شركه راجا ميك، واحنا شغالين في التعميق التصنيع المحلي من سنه 99. بدأنا ان احنا عملنا منتجات بتخش في صناعه البوتاجازات والغسالات والثلاجات. احنا ما عندناش براند بتاعنا، بس احنا بندي لكل المصانع اللي في المنطقه، وبنصدر معظم انتاجنا لكل اوروبا، وبنصدر لانجلترا، وبنصدر للارجنتين، وبنصدر للجزائر. طبعا احنا عندنا افكار كتيره جدا ان احنا نعمق اكتر التصنيع المحلي يعني بفضل شركه ابدا. احنا عملنا مع بعض اول شركه راجا ابدا، وبدانا فعلا جبنا 3-4 منتجات جداد. بدانا جبنا المكن بتاعهم ورايحين نستلم الخطوط بتاعتهم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي من ايطاليا، وجبنا كمان معانا شريك اجنبي بيصنع محابس الغاز بتاعت البوتاجازات. ودي من الحاجات الاستراتيجيه جدا في صناعه الاجهزه المنزليه، لان هي مش موجوده في مصر بل موجوده في العالم كله في 4 شركات بس. فاحنا اقنعنا الشريك الاجنبي ان هو يخش معانا، طبعا بمساعده الناس بتوع ابدا ونخل الاستثمار اللي حضرتك عاملينه في البلد. الناس اتشجعت وجت، وانا ممكن اسيب له بقى الكلمه يكلم سعادتك. يعني Your Honor, President, my name is Aykutan Yıldız. I am the Managing Director of the Turaş Gaz Valve. We are producing gas valve and it is accessorized for home kitchen appliances for the 40 years. Thanks to EPTA's professionals, they approached us very positively, and we will be the proud of this, a part of this project. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. اهلا وسهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. احنا قنديل الصلب تاسست 1865، يعني اكثر من 150 سنه. ابتدينا المصانع الكبيره بتاعتنا سنه 2000، بننتج الصاج البايد والمجلفن والملون. المنتج ده مثلا يا فندم ده ستاند احنا بنعمله لشركه ايكيا العالميه، بنعمل منه حوالي 1.25 مليون ستاند في السنه، بيروح العالم كله. اتوبيس يا فندم صديق البيئه، بيشتغل بيعمل بالغاز الطبيعي. برضه تكملة للصناعة عندنا فندم غرفة للتكنولوجيا والمعلومات، عشان دي اللي تعمل عملية تطوير برضه أي حاجة من غير معلومات يا فندم. غرفة التكنولوجيا ناصر خالد إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. حضرتك إحنا غرفة صناعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، نمثل صناعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات في مصر. إحنا طبعًا عندنا يعني إحنا غيرين على بلدنا جدًا، زي ما كل الناس غير على بلدها. إحنا شايفين إن الهند بتصدر بحوالي 170 مليار. لازم يبقى فيه دعم جامد جدا في موضوع التصدير ده. الموضوع ده احنا مشغولين فيه بقالنا 5 سنين. لان انا منتبه جدا، لان ده ثروه من ليس لديه ثروه، مش كده؟ العقود والموضوع والاي تي، مش كده؟ مكتب سعادتك سنه بس. نعم. مكتب سعادتك بس على كده. كده انا بقول لكم وبوعدكم ان شاء الله من خلال زمايلي في الحكومه احنا هنسعى سعي حسيس من خلال المتابعه الدقيقه والتواصل. احنا سعادتك متفائلين النهارده بالتحديث بتاع سعادتك، واعتقد ان مصر بدات بدايه جديده النهارده. جالي كميه مستثمرين بعد اللقاء كلهم عاوزين يخشوا الصودا يا اخي. يا والله لا والله لو هو السوق العالمي هو كل المنتجين، مش احنا عندنا احسن الكالسيوم عندنا؟ طبعا. مش كده؟ كالسيوم كربونات احسن واحد، مش احسن 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 جوده في بني سويف. وراجل ده منتج، ده اكبر منتج، ده منتج والكوارتز وغمل البيضاء. لا اصل اقول يعني عندنا والملح خلي بالك يعني والله العظيم الاحترام والمحبة والتقدير والأمانة الطيبة لكل المصريين. وبالمناسبة عمر مصر ما هتقوم غير بيكم. ربنا يبارك فيك. وبالمناسبة الكلام ده ما قلتوش دلوقتي. الكلام أنا صحيح الكلام ده قلته من في التراشق يا جماعة،
تعالوا ونجري معاك، وانا واي حاجه انا فتحتها زي الرمال السوداء وغيره وغيره قلت دي متاحه للقياده المخلصه يا فندم وطني. يعني احنا كلنا يعني كل الناس مخلصه، بس يمكن بنشاور على ان احنا مستعدين نساعد في ان احنا نتحرك لقدام. اذا كنتوا خايفين على البلد دي لازم تغنوا المصريين، لازم ايه؟ تغنوا المصريين طبعا، مش انت اللي تغنى. اسمع، لو انت منشاتك اللي انت عاملها دي ومصنعك اللي انت عامله مش امن طبعا، ولا حاجه ولا حاجه، كله حاجه امن بمين؟ بان كل مواطن ماشي في الشارع مرضي. صح، عشان كده احنا بمرضي ازاي؟ احنا متحامين فيك يا فندم. لا متحامين فيك، ولا احنا متحامين فيك كمان بعد ربنا بجد. ربنا ده بجد انت الحمايه الحقيقيه بتاع مصر ربنا، وفي عصرك ان شاء الله مصر دي هتبقى قد الدنيا. شكرا جدا، سعيد بيكم.